وجهوا نداء صادقا، كل امل ونجاح. إنها الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من المستقبل. وفي العناوين، موضوع مشروع الحكومة اللي بيعتمد 13 دائرة مع النسبية الكاملة، وهذا موضوع بده ينطرح على طاولة الحوار 21 حزيران. بري أمام نواب لقاء الأربعاء، لا إرجاء للانتخابات النيابية. إرجاء جلسة المدة عليه في ملف الإنترنت غير الشرعي إلى 16 من الجاري. قتلى وجرحى في انفجار ثاني يضرب تركيا في أقل من 24 ساعة. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد، دوفريج يعلن عن المشاريع الفائزة بتمويل أوروبي ضمن برنامج أفكار. وفي الرياضة، بوجبا أصبح قريبا من ريال مدريد. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري إجراء الانتخابات النيابية والرفض المطلق للتمديد. وبعد لقاء الأربعاء النيابي، قال النائب علي بزي إن الرئيس بري يحاول فتح نافذة ضوء بعدما أقفلت الخيارات أمام القانون المختلط، متحدثا عن طرح مشروع النقاط الانتخابية على طاولة الحوار الوطني لبحثه. حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من غضب الشارع في حال لم يتم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، وبقي قانون الستين الذي لا يؤمن تطلعات اللبنانيين في التمثيل الصحيح. بري، وكما نقل عنه النواب خلال لقاء الأربعاء، جدد تأكيده إجراء الانتخابات النيابية والرفض المطلق للتمديد. وخلال اللقاء تم البحث في عمل اللجان المشتركة حول قانون الانتخاب العتيد. والرئيس بري عم بيحاول كان انه يفتح نفذ الضوء بعد ما تسكرت الخيارات امام القوانين المختلطه، اذا جاز التعبير. موضوع مشروع الحكومه اللي بيعتمد 13 دائره مع النسبيه الكامله، وهذا موضوع بده ينطرح على طاوله الحوار 21 حزيران، ويحط القيادات السياسيه والحزبيه امام مسؤولياتهم بهذا الموضوع. ما بيعني انه طرح مشروع ميقاتي الغاء او عدم التمسك بالمختلط، على العكس عم بيحاول يعني يفتح مثل ما قلت اكثر من نافذة ضوء لحتى اللبنانيين يكون عندهم قانون جديد للانتخابات النيابية، مش انه يدهمهم الوقت ويقولوا والله ما عادش في امامنا مفر الا قانون الستين بهذا الاتجاه. خلينا نكون واضحين، ان قانون الانتخاب من دون توافق سياسي لن يخرج الى العلن، واكد انه في كل الاحوال لابد أن تجري الانتخابات في مواعدها ولن يكون هنالك تمديد تحت أي ظرف من الظروف. قانون الانتخاب وعمل اللجان المشتركة كان مدار بحث بين الرئيس بري ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الذي تحدث عن مواجهة بعض النقاط في نقاش القانون المختلط. لأنه بالواقع أنا بشعر أنه هذه النقاط صعب حلها في مجلس النواب، لأنها تحتاج إلى رؤساء الكتل لبحثها وتفاهم عليها. وعدني دولة الرئيس بالعمل على إيجاد الحلول، ومثل ما بتعرفوا أنه عنا اجتماع لهيئة الحوار ب 21 الشهر الحالي، حيعرض هذه النقاط، وإن شاء الله إذا توصلنا إلى حل هذه النقاط بيكون في إمكانية لإقرار المشروع المختلط، وإلا إذا ما قدرنا نتوافق بدنا نروح إلى حل لمشروع آخر. الرئيس بري كان أثار من جهة أخرى موضوع الإنترنت غير الشرعي، لافتا إلى أنه سيدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق نيابية تملك الصلاحيات القضائية لحسم الموضوع في الملف الذي لن يسمح بلفلفته كما قال. ونوه رئيس مجلس النواب بكشف الجيش لجهاز التجسس الإسرائيلي، مؤكدا أن البلد مستهدف من العدو أكان عبر التجسس من خلال شبكة الإنترنت غير الشرعي أو عبر هذه الأدوات أو المعدات. قضائيا، أرجأ قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي إلى 16 من الشهر الحالي استجواب المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف والموظفين في الهيئة المدة عليهما بتهم إهمال واجبات الوظيفة، وهما توفيق شبارو وجاب سميرة من خلال جوجل كاش. وضم العنيسي ملف استجرار الإنترنت غير الشرعي واختلاس المال العام في حق المدة عليهم
إلي مطر ومحمد بيطار وسركيز جو هرجيان إلى ملف الإهمال والهدر، وذلك بعدما استمهل وكيل يوسف منيف حمدان لتقديم مذكرة دفوع شكلي، كما استمهل الخمسة الآخرون لتوكيل محامين وتقديم مذكرات دفوع شكلي. في شأن قضائي آخر، وغداة إصدار المحكمة العسكرية أحكامها بحق 54 متهما في أحداث عبرة، أطلق سراح أربعة موقوفين من سجن جزين، وهم محمد سعد الدين الحريري وفادي محمد أبو ظهر وفؤاد معروف عفارة ومحمد أحمد بديري. وكانت المحكمة قد أصدرت ليلة أمس أحكاما في القضية تراوحت بين السجن لسنتين إلى 10 سنوات، بينما برأت آخرين ومن بينهم الموقوف نعيم عباس، والذي أبقي موقوفا لأنه يحاكم في ملفات إرهابية أخرى وتفجيرات اعترف بها أمام المحكمة. جدد السفير السعودي في لبنان علي عواض عسير استغرابه لمضمون مواقف وزير الداخلية نهاد المشروق الأخيرة، معتبرا أن كلام المشروق لا مبرر له، إذ لا يجوز أن يجعل البعض من المملكة العربية السعودية شماعة لأخطاء ترتكب بحق لبنان من قبل اللبنانيين، فالمملكة على مسافة واحدة من الجميع ولا تسمح لنفسها بالدخول في الخلافات الداخلية بين القوى السياسية اللبنانية. وفي حديث لمجلة الاقتصاد والأعمال، لفت السفير عسير إلى أن الوزير المشنوق أكد له أن كلامه يمثله شخصيا ولا يلزم الرئيس سعد الحريري. وفيما يتعلق بالموضوع الرئاسي، أكد عسيري أن المملكة تشجع كافة الأفرقاء على التكاتف والتحاور لإنقاذ البلد من الفراغ الرئاسي، معتبرا أن الرئيس الحريري هو أحد القيادات اللبنانية المؤثرة في الساحة السياسية. أما بشأن المساعدات العسكرية وهبة 4 مليارات دولار للبنان، فأكد عسيري أنها ألغيت وطويت صفحتها. اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن الدولة والكيان في خطر، داعيا بعد لقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى الابتعاد عن الكلام الاستفزازي. وفي دار الفتوى أيضا، وفد من حركة حماس أكد الحرص على أمن المخيمات. اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن لبنان في أمس الحاجة إلى الكلام الذي يجمع وليس الكلام الذي يفرق، وثمن بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الخطاب الوسطي المعتدل والمقبول من جميع اللبنانيين الذي يصدر عن دار الفتوى. لبنان بحاجة لهذا الكلام اليوم، لكلام معتدل لا يكون عالي اللهجة ولا يكون تحدي لأحد، لأن الكلام الاستفزازي لا يمكن إلا أن يؤدي إلى خراب ما تبقى من هذا الوطن. الكل يعلم أن الدولة والكيان في خطر اليوم، ونحن بأشد الحاجة للكلام الذي يجمع وليس الكلام الذي يفرق. وفد من حركة حماس برئاسة علي بركة أكد بعد لقائه مفتي الجمهورية على وحدة الموقف الفلسطيني في حماية أمن المخيمات. وأكدنا حرصنا على وحدة الموقف الفلسطيني في لبنان وحماية المخيمات ومنع أي اهتزازات أمنية فيها ومنع استخدامها من أي جهة كان لضرب استقرار لبنان، وأكدنا أننا حريصون على الأمن والاستقرار في لبنان، لأننا نعتبر أن استقرار لبنان هو قوة للقضية الفلسطينية. الوفد أطلع المفتي على آخر مستجدات المصالحة الفلسطينية والمؤتمر المزمع عقده في الدوحة. في اعتداء هو الثاني في أقل من 24 ساعة، قتل 3 أشخاص بينهم شرطيان وجرح نحو 30 آخرين في تفجير سيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة التركية في إقليم مردين ذي الأغلبية الكردية. في وقت لم تستفق أنقرة من هجوم الأمس والذي أودى بعشرات الأشخاص بين قتيل وجريح، هز انفجار جديد بسيارة مفخخة ولاية مردين جنوب شرق تركيا المحاذي للحدود السورية. الهجوم استهدف مركزا للشرطة في مدينة مدياد أوقع قتلى وجرحى. وكالة أنباء الأناضول التركية أشارت إلى سقوط عدد كبير من الجرحى في الهجوم، كما تسبب الانفجار في إلحاق أضرار بعدد كبير من المباني المجاورة لمقر مديرية الأمن. ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن المنفذين هم عناصر من منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، من دون الإشارة إلى كيفية تنفيذه. وسائل الإعلام التركية تحدثت عن اشتباكات وقعت عقب التفجير بين قوات الأمن التركية وعناصر حزب العمال، كما تم إرسال عدد كبير من سيارات الإسعاف بالإضافة إلى إرسال قوات دعم من مردين إلى المنطقة. وسط هذه الأجواء شيعت تركيا ضحايا هجوم حي بيزيد بمشاركة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي اتهم حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الاعتداءات.
في المقابل شنت مقاتلات تركية غارات عدة استهدفت عددا من المواقع الكردستاني في جبال قنديل شمال العراق وولاية ديارباكر جنوب شرق تركيا بحسب مصادر أمنية، والتي أكدت تدمير 9 ملاجئ وتحصينات أخرى. وفي سياق متصل بالأزمة التركية مع الأكراد، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعديلا دستوريا يسمح برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، مما يعرض عشرات النواب المؤيدين للأكراد إلى الملاحقات القانونية. وحصل المشروع في الاقتراع السري على تأييد 376 نائبا من أصل 550، أي ما يتجاوز ثلثي الأعضاء. وبذلك أصبح بإمكان السلطات التركية ملاحقة نحو 138 نائبا من كل الأحزاب الممثلة في البرلمان والمؤيدة للأكراد. في النشرة بعد الفاصل، مجزرة جديدة في حلب والثوار فكوا حصار مارا. أهلا بكم من جديد. أكثر من 30 قتيلا حصيلة الغارات الروسية والسورية على حلب، في وقت نجحت المعارضة في فك الحصار عن مدينة مارع من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. مجزرة جديدة ارتكبها النظام السوري في هذه الأيام الفضيلة، وراح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال في حلب. المقاتلات السورية استهدفت مستشفى البيان في حي الشعار، وأغارت الطائرات الروسية والسورية بالقنابل الفراغية والحارقة على أحياء دوار الجندور والصالحية والقاطرجي. في المقابل نجحت المعارضة السورية في فك الحصار المفروض من قبل تنظيم داعش على مدينة مارع شمال حلب، حيث أكدت مصادر أن فصائل المعارضة دخلت عددا من القرى والبلدات التي انسحب منها داعش بعد عمليات تمشيط لإزالة ما خلفه التنظيم من عبوات نازفة وألغام. وفتحت الفصائل طريقا استراتيجيا بين معقليها في محافظة حلب بعد هجوم مضاد شنته ضد تنظيم داعش، واستعادت قريتي كفر كلبين وكالجبرين الواقعتين على طريق الإمداد الوحيد للفصائل المعارضة بين مارع وأعزاز. كما شنت المعارضة هجومين متزامنين من مارع جنوبا وأعزاز شمالا بعد محاولات عدة سابقة باءت بالفشل لإعادة فتح الطريق. وفي حلب أيضا انسحبت قوات سوريا الديمقراطية من الأحياء الشمالية من مدينة منبج في الريف الشمالي الشرقي بعد معارك مع تنظيم داعش الذي استهدف القوات الكردية بسيارات متفجرة وألغام. وتعد منبج إضافة إلى جرابلس والباب من معاقل داعش في ريف حلب الشمالي الشرقي، وتكمن أهمية منبج من أنها تقع على خط الإمداد الرئيسي للتنظيم بين الرقة والحدود التركية. شمالا أيضا أعلن تنظيم داعش استعادته السيطرة على حاجز لقوات النظام قرب قرية أبو العلاج على طريق الرقة إثريا في عملية أسفرت عن مقتل العشرات من كتائب الأسد. وكانت كتائب الأسد تمكنت من السيطرة على قرية خربة زيدان، وباتت على بعد 5 كيلومترات من مفرق الرصافة و30 كيلومترا من مطار الطبقة العسكري في ريف الرقة الغربي. أكدت الولايات المتحدة أن تمسك رئيس النظام السوري بشار الأسد بالسلطة يفاقم الفوضى ويزيد من الاضطراب، وذلك بعدما ألغت تصريحاته أي جدية كان قد أبداها بالالتزام بعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزم باستخدام نفوذه لدفع نظام الأسد للالتزام باتفاق وقف الأعمال القتالية. وفي لبنان اعتبر النائب وليد جملاط أن حرفا لم يتغير في كلام حاكم دمشق منذ العام 2011 بأنه يحارب الإرهاب، أما الكلفة فبلغت 3 ملايين سوري بين قتيل وجريح. وأضاف جملاط في تغريدات عبر تويتر: بلغت الكلفة أيضا 10 ملايين مهجر من شعب سوريا في الداخل، و5 ملايين في الخارج، و400 ألف معتقل، وعشرات الألاف من المفقودين، ومدن وقرى مدمرة، وأكثر من 300 مليار دولار خسائر. وسط المطالبة بإقصاء ميليشيات الحشد الشعبي عن معارك الأنبار عموما والفلوجة خصوصا، جاء الرد من هادي العامري قائد ميليشيا بدر الذي لوح باقتحام الفلوجة مطالبا الأهالي بمغادرتها فورا. تحرير مدينة الفلوجة سيتم خلال أيام.
هذا ما أعلنه القائد العسكري العراقي المسؤول عن العملية العسكرية لاستعادة المدينة من أيدي تنظيم داعش عبد الوهاب السعدي، والذي أكد تقدم قواته إلى وسط المدينة من الجانب الجنوبي. السعدي أوضح أن العملية العسكرية تباطأت بسبب الأعداد الكبيرة من القنابل والمتفجرات التي زرعها التنظيم، في وقت دفعت القوات الخاصة إلى حي الشهداء عقب تأمين الطرف الجنوبي للمدينة، كما تم إحباط هجوم لداعش في منطقة الفتحة شمال مدينة بيجي في محافظة صلاح الدين. في المقابل، وفيما تتزايد الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحشد الشعبي بحق النازحين عن المدينة، ارتفعت الأصوات الدولية المطالبة بوقف الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات ومحاسبة المسؤولين عنها، في ظل تأكيدات بأن أبرز الفصائل المتورطة في الجرائم هي بدر وحزب الله والخرساني وجند الإمام والعصائب، كون غالبية الجرائم وجدت في مناطق تواجدها. رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح الكرحوت طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم جبوري بالتدخل وسحب الميليشيات من المعركة لتجنب حدوث أي احتكاكات مع أهل المحافظة. أما تدخل إيران الفاضح في العراق فوصل إلى حد الاقتراح بتشكيل حرس ثوري عراقي على شكل الحرس الثوري الإيراني. القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رفيق دوست أكد أنه في حال تكوين جيش الحرس الثوري العراقي فبلاده مستعدة للمساهمة بقوة في تشكيله، وستنقل إيران تجاربها في هذا المجال إلى العراق. في الكويت سجل تقدم واضح في محادثات السلام اليمنية وسط توقعات دبلوماسية بعرض مشروع اتفاق متكامل على أطراف الأزمة في اليمن تبلور بالتنسيق مع سفراء الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن. المفاوضات اليمنية مستمرة في الكويت رغم العثرات، والموفد الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بحث مع الوفد الحكومي في تفاصيل الترتيبات العسكرية والأمنية وتأمين العاصمة صنعاء خلال انسحاب الميليشيات منها والإطار الزمني لهذه الانسحابات والمرحلة الأولى من عودة الحكومة. في الشق الإنساني سجل تقدم ملحوظ في ملف المعتقلين مع بدء ترجمة موافقة الأطراف اليمنيين على الإفراج عن جميع الأسرى الأطفال لديهم من دون شروط. وأكد وزير الخارجية اليمنية عبد الملك المخلافي أن السعودية سلمت الحكومة الشرعية 54 طفلا أسروا خلال قتال الميليشيات الحوثي، معتبرا أن الخطوة تظهر تأكيد الحكومة والتحالف الذي تقوده المملكة على إدانة الحكومة لممارسات الحوثيين في الزج بالأطفال في الحرب والتزاما بالمسؤولية والقوانين الدولية. وعلى صعيد متصل نوه وزير الخارجية السعودي عادل جبير بالقرار الأممي بحذف اسم التحالف العربي من لائحتها السوداء للدول والمنظمات التي تقتل أطفالا في النزاعات المسلحة، لافتا إلى الجهود الإنسانية الكبيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن. ورغم تواصل المشاورات في الكويت تستمر وتيرة الاشتباكات مرتفعة، إذ قتل وجرح مدنيون مع تجديد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قصفهم أحياء مدينة تعز، منهم 5 قتلى من أسرة واحدة. تعرض منزلهم للقصف بصواريخ كاتيوشا في حي الثورة وسط تعز، وقد طاول القصف منطقة تل البركاني وسط المدينة وأحياء المطار القديم وصنا، حيث قتلت امرأة وجرح 16 مدنيا. هذا وأعلن قوات التحالف العربي مقتل القائد الميداني في قوات الحوثي بمحافظة حجة طه المحطوري إثر غارة جوية استهدفت إحدى المزارع التي كان يتحصن فيها إلى جانب 4 من مرافقه. رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده عليها العمل لئلا تصبح سوريا قاعدة انطلاق لهجمات ضدها. وقال نتنياهو لرؤساء الجالية اليهودية في روسيا إن سياسته هي اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمنع وقوع هجمات على إسرائيل، مشيرا إلى أن حكومته تقوم لهذا الهدف بعمليات من حين إلى آخر من دون أن يحدد طبيعتها. وألمح نتنياهو لأنه تحدث مطولا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص المسائل الإقليمية والدول المجاورة لإسرائيل. هبطت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في أحد المطارات غربية أوزبكستان بعد ورود إنذار بوجود قنبلة على متنها، تبين لاحقا أنه إنذار كاذب. وأفادت مصادر حكومية أوزبكية بأنه تم إجلاء الركاب وعددهم 118 إضافة إلى أفراد طاقمها. وكانت الطائرة في رحلة من القاهرة إلى بكين، وفي وقت لاحق أعلن مسؤولون مصريون أن الطائرة استأنفت رحلتها إلى وجهتها.
هنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما المرشح هيلاري كلينتون على نجاحها بتأمين عدد المندوبين الكافي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية. وكانت كلينتون قد احتفلت بفوزها على منافسها بيرني ساندرز في سباق الترشح عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها وصلت إلى نقطة فارقة في تاريخ الولايات المتحدة كأول امرأة تقود حزبا رئيسيا في سباق إلى مقعد الرئاسة في البيت الأبيض. ودعت كلينتون لمؤيدي ساندرز للانضمام إليها، وقالت إن الحزب الديمقراطي تلقى دعما من حملته من أجل القضاء على عدم المساواة في الدخل، والتي استحوذت على حشود ضخمة واستقطبت ناخبين من الشبان. في المقابل أكد ساندرز أنه سيواصل حملته الانتخابية حتى مؤتمر الحزب الديمقراطي. النشاط مستمر وفيها بعض الفاصل. بوصعب سنحاسب من مارس الغش في الامتحانات. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان، وقد تابعتم فيها بري أمام نواب لقاء الأربعاء لا إرجاء للانتخابات النيابية. إرجاء جلسة المدة عليهم في ملف الإنترنت غير الشرعي إلى 16 من الجاري. قتلى وجرحى في انفجار ثاني يضرب تركيا في أقل من 24 ساعة. في بيان صادر عنها أعلنت وزارة الصحة أن مراقبيها كشفوا على معمل النفايات في صيدا بعد ورود شكاوى المواطنين في محيط المعمل بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منه، ووجهوا إخطارا لإدارته بضرورة معالجة الموضوع وتخفيف معاناة سكان المحيط. وأضاف البيان أنه بسبب التمنع عن إسلام الإخطار تم تصدير محضر ضبط بحق الشركة التي تدير المعمل. خلال إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة الصحة، أعلن الوزير وائل أبو فعور عن استحداث تطبيق يعرض أسعار الأدوية، ما يتيح منع التلاعب بهذه الأسعار. حلة جديدة وهيكلية جديدة لإطلاق المعاملات الإلكترونية في الوزارة أعلن عنها وزير الصحة وائل أبو فعور خلال المؤتمر الصحفي. وأمل أبو فعور أن تصير كل معاملاتنا متطورة لنصل إلى الحكومة الإلكترونية، مشددا على أن هذه الخدمة سوف تفيد المواطن من خلال إعفائه من تعقب المعاملات التي تتخذ فترة زمنية طويلة في الوزارة، وسوف تحد في الوقت عينه من الرشاوى والتجاوزات. اولا هو بيقدم المعلومات لكيفيه البروسيدجر، الاجراءات اللي ممكن تصير بدل ما المواطن يتكبد عن يجي على وزاره واللبكي ومن موظف لموظف. ثانيا الانجاز الاساسي انه صار فينا نقدم طلبات انجاز المعاملات عبر الموقع الالكتروني، صار فينا نعرف البروسيدجر، نعرف الطلبات، ونعرف كيف ممكن تقدم الطلبات مع ما يمليه هذا الامر من اعفاء المواطن من كثير من الرشاوى. المهم اللي كمان بتحكي عنه اللي بيعنيني كتير بعلاقة الدولة بالمواطن وعلاقتنا كمان كقطاع بشكل عام بالمواطن، هو الابليكيشن اللي له علاقة بالدواء اللي كان موجود وتم تطويره، اللي هو صار بإمكان أي مواطن يفوت على هاي الابليكيشن يعرف سعر الدواء، لأنه هاي بتسهل علينا كتير نحن ونقابة الصيادلي، بأنه أكيد عنا فرق تفتيش والسفاحة والأستاذ نجيب موجود دائما والدكتورة كوليت لأخذ الإجراءات، بس أنه كمان المواطن فيه فوت على الصيدلية وفيت على الصيدلية على تليفونه وفيه يعرف الدواء قديش سعره. أبو فعور لفت إلى أن هذه الخدمة ستساعد على تقريب المسافة بين المواطن والدولة. أعلن وزير التربية الياس مصعب أن حالات الفوضى والغش التي سجلت أثناء امتحانات الشهادة المتوسطة ستتابع وسيتم محاسبة مرتكبيها. وإذ أمل أبو صعب أن يتم إصدار نتائج نهاية الأسبوع المقبل، تحدث عن الإشكالية التي تواجه طلاب الشهادة الثانوية المتعلقة بمادة الفلسفة، مشيرا إلى أن الوزارة قررت تبسيط المادة عبر إلغاء عدد من المحاور والدروس. التلميذ بده يختار محور واحد، يعني بده يختار المرشح موضوع واحد من ثلاث مواضيع. مسابعة الفلسفة والحضارات لهذه الدورة ستقتصر على الدروس التالية من كل محور. بمحور الإنسان لغينا ثلاث دروس، باقي عندهم دروس اللي بدو يركزوا عليها هن الميول أو الذاكرة أو الوعي واللاوعي. بمحور المعرفة كمان لغينا درسين، باقي عندهم مناهج الرياضيات، مناهج علوم الطبيعة لفرعي العلوم العامة وعلوم الحياة، أو يزاد عليهما
درس مناهج علم الاجتماع لفرع الاجتماع والاقتصاد، والمحور الثالث هو محور الأخلاق، وكمان حذفنا 4 دروس باقي عندهم الخير والقيم أو الضمير، فرع الأداب والإنسانيات. بالفلسفة العربية تتألف الفلسفة العربية من 6 محاور. هون بده يختار المرشح موضوع من 3 مواضيع، وكل موضوع من محور. أما المحاور المطلوبة كمان حصرناها ب3 محاور: محور الإنسان، محور المجتمع، ومحور قضايا معاصرة. بمحور الإنسان إلغاء المحاور التالية: الأخلاق، المعرفة، والإلهيات. بمحور قضايا المعاصرة في عنا درس الحرية والتقدم والتراث والحداثة. كمان بالفلسفة العامة هول الطلاب بدون ينقوا 1 من هالمحاور. في عنا الفلسفة العامة كمان مطلوب 3 محاور، يعني لغينا 4 باقي 3: محور الإنسان أو محور المعرفة أو محور الأخلاق. بمحور الإنسان الدروس المتبقية اللي لازم يركزوا عليها هن الوعي واللاوعي، الإدراك الحسي، والعادات. بمحور المعرفة بدو يركزوا على الدروس التالية: مناهج، رياضيات، العلم والفلسفة. بمحور الأخلاق كمان في عنا 3 دروس: الخير والقيم، الضمير، الحق والواجب. ملف مصانع الترابي في منطقة شكة بحث في اجتماع مشترك بين وزراء الصناعة والأشغال العامة والنقل والبيئة، وانتهى إلى خلاصات تضمن مصلحة أبناء المنطقة والبيئة والصناعة. ملف مصانع التراب في منطقة شكة العقارية بحثه كل من وزراء الصناعة حسين الحج حسن والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر والبيئة محمد المشنوق في اجتماع مشترك عقد في وزارة الصناعة بحضور المعنيين بالملف. البحث تطرق إلى كيفية تطوير هذه المنطقة ومعالجة القضايا البيئية الناجمة عن المصانع وبعض الملفات البيئية المتعلقة بالتنظيم المدني ونسب الاستثمار بما يسمح بتطوير المصانع من جهة، وبمعالجة الآثار البيئية والتشدد بموضوع المعايير البيئية وبرفع الضرر الناجم عن بعض عمليات تخزين المواد الأولية. بناء هنجارات لتخزين البتروكوك والكلينكر، يعني اللي هني موجودين هلأ بالهواء الطلق. المصانع ملتزمين بهذا الموضوع، لكن بدهم ترخيص للبناء الهنجارات. الترخيص ما بيقدروا يحصلوا عليه إلا بعد تعديل نسب الاستثمار. بناء شريط ناقل بدل استخدام الشاحنات، يعني مثل كونفوير من الكسارة إلى المطحنة، من المقلع إلى الكسارة إلى المصنع بدل استخدام الشاحنات. تطوير المصنع الجديد عبر إدخال أفران جديدة بدل الأفران الحالية، ومطحن جديد بدل المطاحن الحالية تسمح بالتزام بمعايير بيئية. لكن لا يعملوا المطاحن الجديدة والمصانع الجديدة هن بحاجة للترخيص، والترخيص بحاجة لتعديل نسب الاستثمار. وأشار الحج حسن إلى أن هذه الخطوات العملية التي تم الاتفاق عليها بين الوزارات الثلاث هي خلاصات إيجابية تضمن مصلحة أبناء المنطقة أولا، كما مصلحة البيئة والصناعة. التقى رئيس الحكومة تمام سلام وفدا من مجلس الأعمال اللبناني البلغاري برئاسة أحمد محي الدين علاء الدين، وتناول البحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان وبلغاريا وتعزيز التبادل التجاري، إضافة لخلق فرص استثمار لرجال الأعمال والشركات والسعي لإلغاء أي معوقات قد تحصل جراء هذا التبادل. وأطلع الوفد الرئيس سلام على فعاليات المعرض الذي سيفتتح في شهر تشرين الأول المقبل في بيروت تحت اسم الأسبوع البلغاري في لبنان. الرئيس سلام التقى أيضا الرئيس التنفيذي لنقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي الذي وضعوا في المستجدات المتعلقة بالمسلخ المؤقت في الكارنتينا بعدما تم الانتهاء من ترميمه وتأهيله وتجهيزه والمعوقات التي تحول دون البدء العمل فيه. بدأت في الصرح البطريركي في بكركي أعمال سينودوس الكنيسة المارونية برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي ومشاركة مطارنة الطائفة في لبنان وبلدان الانتشار.
وستقسم أعمال السينودوس إلى قسمين، الأول رياضة روحية وتستمر لغاية يوم السبت المقبل، والثاني يبدأ يوم الاثنين المقبل، حيث تنطلق أعمال السينودوس الإدارية والكنسية وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل على أن يصدر بيان ختامي يتناول مواضيع كافة التي تم بحثها. في مجلس النواب اجتماعات للجان النيابية، والنائب محمد قباني يلتقي السفير التركي. في المجلس النيابي استقبل عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد قباني السفير التركي في لبنان شاغاتي أرسياز، وتناول اللقاء العلاقات اللبنانية التركية. أكد السفير بأن تركيا ليست فريقا في لبنان، بل تنظر إلى جميع اللبنانيين على أنهم واحد. كذلك أن تركيا تشجع وتدعم الحوارات السياسية اللبنانية، سواء الحوارات الجماعية مثل طاولة الحوار في عين التيني، أو الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل. وفي المجلس النيابي أيضا عقدت لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم جلسة، وقدمت خلالها درس مشروع القانون الرامي إلى تنظيم ديوان المحاسبة، وبنتيجة المناقشة والتداول أقرت اللجنة بعض المواد معدلة، ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة درس المشروع المذكور في جلسة الاثنين المقبل. كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب سمير الجسر والمكلفة درس مشروع قانون التجارة جلستها المقررة، وتابعت خلالها درس أحكام المشروع المذكور. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قطيع الماعز الذي كانت قوة مشاة معادية قد اقتادته بالأمس إلى داخل مزارع شبع المحتلة، وذلك في أعقاب اتصالات أجرتها قوات اليونيفيل مع الجانب الإسرائيلي. انفجرت قنبلة يدوية فجر اليوم خلف مكتب المختار محمد عبد الله في بلدة مرياطة في قضاء زغرتة، واقتصرت أضرارها على الماديات. أطلقت منظمة جرين بيس المتوسط حملة تحت عنوان الشمس ببلاش في مؤتمر صحفي تخلله عرض لتقرير بعنوان تحفيز الطاقة الشمسية في لبنان، خطوة نحو 100 طاقة كهربائية متجددة. وتهدف الخطوة لتسليط الضوء على أهمية نظم الطاقة الخاصة كحل عملي ونظيف ومستدام لأزمة الكهرباء في لبنان. وأوضحت مديرة برنامج العالم العربي في المنظمة غالية فياض، أوضحت أن الحملة تسعى إلى الترويج لحل بديل يكفل معالجة الانقطاع اليومي للكهرباء، حيث تتم الاستعانة بمولدات الديزل للتعويض عن الانقطاع في التيار. أصدرت إدارة مجمع الإمام شمس الدين الثقافي في بيروت بياناً طمأنت فيه الطلاب وذويهم أن الإجراءات التي تتخذها إدارة المجمع تحفظ سلامة الجميع وأمنهم، ولا يوجد ما يستدعي القلق، كما أن القيادات الأمنية مطلعة على حقيقة الأمور وتتحمل مسؤولياتها كاملة، وهي مدركة لحيادية المجمع وإدارته. وأضاف البيان أن المشكلة هي أن بعض الجهات المتسلطة تريد أن تضع يدها عنوة على المجمع وأن تضمه إليها، في حين أن الأرض تعود ملكيتها لبلدية بيروت ولا يحق لأي جهة أن تضمها إلى ملكيتها تحت أي عنوان، وأن الجمعية الخيرية الثقافية ملتزمة كليا بهذا الأمر. برعاية رئيسة مؤسسة رفيق الحريري السيدة نازك رفيق الحريري ممثلتان بالسيدة هدى بهيش طبارة، أحيت مدرسة الحريري الثالثة احتفالها السنوي لمرحلة رياض الأطفال لنهاية العام الدراسي الحالي بحضور المديرة العامة للمؤسسة سلوى السنيورة بعصيري ومدير المدرسة أسامة شهاب، إضافة لأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدرسة. وقدم أطفال مرحلة الروضة في قسميها الفرنسي والإنجليزي مجموعة من الرقصات التراثية والفكرية بإشراف مجموعة من الأساتذة المتخصصين في المدرسة. كما تخلل الاحتفال فيلم وثائقي استعرض نشاطات العام الرياضية والتربوية والثقافية. في الاقتصاد بعد الفاصل، طائرة ركاب جديدة من صناعة روسية تتهيأ للأجواء. ونصل إلى الصفحة الاقتصادية مع باسل خطيب. تفضل باسل. شكرا ماهر، أهلا بكم. استقبل محافظ مدينة بيروت وفدا من رئيس وأعضاء جمعية تجار ومنشئي الأبنية في لبنان. تقرير والتفاصيل.
استقبل محافظ بيروت زياد شبيب وفدا من جمعية تجار ومنشئي الأبنية برئاسة إلي صومة الذي عرض معه ملف المباني التراثية ودعاه للحضور ومشاركة أهل البناء بمعرض دريم للعقار الذي يقام في مركز بيال للمعارض في بيروت هذا العام. واعتبر شبيب أن ملف المباني التراثية لا يحتاج إلى مجلس نواب بل إلى مرسوم سيتم التقدم باقتراح مشروع مخصص له بالتنسيق مع الهيئات المعنية. تبين لي أنه لا يحتاج إلى قانون في مجلس النواب، يجوز إجراؤه بمرسوم بده مجلس وزراء وبده مجلس أعلى للتنظيم المدني وطبعا مجلس بلدي. نحن هون مطبخ داخلي، نحن نبحث نحن والمجلس البلدي لمدينة بيروت. هذا المسار لحل الأمور. الدافع الاستثماري ببطل محطوط بحالة عداء مع التراث ومع الأبنية التراثية. يعني المستثمر ببطل هو اللي بيخوف الناس اللي عم يدافعوا عن التراث، بالعكس بيصير هو اللي بده يحافظ على هذه الأبنية وحقه بالاستثمار ما بيكون ضاع عليه. هذا وراء شبيب أن معرض دريم للعقار سيشكل مناسبة لإعادة الروح الإيجابية للقطاع العقاري والاقتصاد اللبناني عموما. فوز 13 مشروعا بتمويل أوروبي ضمن برنامج أفكار بالشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية الإدارية. برعاية وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دوفريج ومشاركة سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، تم اختيار 13 مشروعا تقدمت بها جهات غير حكومية من أصل 73 مبادرة شاركت في عملية تنافسية للفوز بتمويل من الهبة الأوروبية لبرنامج أفكار لدعم المجتمع المدني. والبرنامج هو ثمرة من ثمار الشراكة بين وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والاتحاد الأوروبي. وتصب المشاريع في مجال التنمية والإصلاح في مختلف الأراضي اللبنانية ومن ضمنها مناطق ريفية بعيدة. إن دعمنا لهذه المشاريع لا يتوقف عند حدود تمويلها بل يتخطاه إلى متابعة تنفيذها على الأرض، كما يشمل العمل على بناء قدرات المنظمات بمساعدة تقنية من مجموعة شركات برئاسة ترانستك البلجيكية. يذكر أن برنامج أفكار شهد تطورا من خلال رفع حجم الهبة الأوروبية لتبلغ 10 ملايين يورو، وهو يفعل العديد من المشاريع في الوزارة، منها ما يتعلق بإصلاح الإدارة المركزية ومعالجة النفايات الصلبة، ومنها ما يرتبط بالمجتمع المدني تحت مظلة برنامج أفكار الذي انطلق اليوم في مرحلة تنفيذية ثانية، وتم اختيار سلة جديدة من المشاريع تنفذ خلال العامين المقبلين. احتفلت روسيا اليوم بانتهاء العمل في مشروع طائرة ركاب جديدة MS-21-300 أو MS-21-300، وحضر الحفل رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف من مصنع الطائرات التابع لشركة إيركوت في مدينة إيركوتسك. وكانت الشركة المصنعة أبلغت الصحفيين أن طائرة MC-21 ستقوم بالطلعة الجوية الأولى في نهاية العام الحالي أو في بداية العام المقبل، وخصصت هذه الطائرة لنقل 163 إلى 211 راكبا على المسافات المتوسطة، أما شقيقتها MC-21-200 فتتسع ل 132 إلى 165 راكب. أما الطلبات المؤكدة على طائرات MC-21 فوصلت إلى 175 طائرة، ويجب أن يبدأ صانعها بتسليمها إلى طالبيها ومنهم شركة أيروفلوت خلال العام 2018. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء. الرياضة بعد الفاصل. ليبرون جيمز يفكر بالمشاركة مع منتخب الولايات المتحدة. ونصل إلى صفحة رياضية مع صبحي أبلاوي. تفضل صبحي. شكرا ماهر. مرحبا مشاهدينا، أخبار الرياضة من تلفزيون المستقبل. بنبدأ من الأخبار المحلية وهالمرة من رياضة الفروسية وتألق الفارسي ماريا عمران عراجي يلي رح تمثل لبنان عالميا، وهي أصغر فارسي بترفع علم لبنان. نشأت الفارسي ماريا عمران عراجي بعيلة اشتهرت بخيولة وفرسانة ومهاراتها عبر عقود من الزمن، واليوم عرفت الفارسي ماريا ودربت على ايد بيا الشيخ عمران عراجي رئيس نادي قلعة الفرسان من وقت ما كانت صغيرة، وتحملت صعوبة التدريب لتكون على قدر المسؤولية، حيث رح تنافس عالميا بالأردن
كبار الأبطال ورح تمثل لبنان رسميا ببطولة الياسمين بنادي الجواد العربي بعمان، ورح يشارك معها بفئة 90 سنتيمتر 18 فارس، وهي أصغر فارسة تبلغ من العمر 8 سنوات وأصغر فارس من بعدها بيبلغ من العمر 11 سنة. هالفارسة رح ترفع علم لبنان وتسجل رقم قياسي على مستوى العالم والوطن العربي. كان عمري سنتين، كان يدربني شيخ عمران عراجي اللي هو بي صاحب نادي قلعة الفرسان. أول شي كنت خايفة، رجعت قويت شوي شوي لحتى تعبت وصرت أقدر نط على الحواجز، وقالي السنة بقفز الحواجز تم اختياري من الأردن لهون بإرسال دعوة من نادي جواد العربي ببطولة الياسمين. وبالانتقال إلى أخبار الفوتبول العالمية، الأبرز وفاة مدرب منتخب نيجيريا السابق والحديث عن انتقال الفرنسي بول بوجبا إلى ريال مدريد الإسباني خلال الصيف الحالي. أكد خميس رودريغيز نجم ريال مدريد والمنتخب الكولومبي أنه رح يمثل منتخب بلاده حتى ولو أصبح غير قادر على المشي، وهالشي بعد إيادته لكولومبيا لتأهل لدور ربع النهائي من كوبا أمريكا. وسجل رودريغيز هدف كولومبيا الثاني قدام الباراغواي بالمباراة اللي انتهت بفوز منتخب كولومبيا 2-1، وقال أنا مبسوط كتير وبدي دايما أكون موجود للمساعدة، وقدمنا مباراة كبيرة ومنقدر نوصل لأبعد طريق ممكنة. عم بيستعد الإيفواري الدولي إريك برتران بيلي مدافع فياريال الإسباني ليكون أول صفقات البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لنادي مانشستر يونايتد، ومن المتوقع أن الصفقة تبلغ حوالي 30 مليون جنيه استرليني. وشارك بيلي بأربعين مباراة بالدوري الإسباني بيناتهم خمس مباريات مع إسبانيول، ولعب كل مباريات المنتخب الإيفواري بكأس أمم الأفريقيا 2015. أكد الاتحاد النيجيري للفوتبول أنه ستيفن كاشي لاعب ومدرب منتخب نيجيريا السابق توفى عن عمر بناهز 54 سنة بسبب أزمة قلبية. وسبق لك الشيء انه الفوز بلقب كأس أمم أفريقية مع منتخب بلاده كلاعب وكمدرب، وكان كشيء قد منتخب نيجيريا كمدرب للفوز باللقب الأفريقي بجنوب أفريقيا بال2013، وهالشيء بعد 19 سنة من فوزه كلاعب باللقب. وكان كشيء كابتن للمنتخب النيجيري بنهاية كأس العالم 94 بالولايات المتحدة، ويعتبر هو المدرب الأفريقي الوحيد يلي تأهل مع منتخبين لنهاية كأس العالم، وهالشيء مع توغو بال2006 ونيجيريا بال2014. يبدو أن صفقة انتقال نجم جوفنتوس بول بوجبا بطريقة للإنجاز، ومن المنتظر أنه يتم إنهاء الاتفاق مع نادي ريال مدريد. وأكد موقع فرنسي أنه زيدان بطل دوري أبطال أوروبا أبلغ فلورنتينو بيريز باللائحة اللي وضعها ليدعم النادي الملكي صفوفه بالموسم المقبل، وأولوية عنده هو بول بوجبا. وعم بيطارد ريال مدريد نجم جوفنتوس بوجبا من سنتين، بس مفاوضات كانت تتعثر بسبب مطالب إدارة جوفنتوس المبالغ فيها واللي بتتمثل ببيع اللاعب ب 120 مليون يورو. وبحال اتفاق الطرفين على المبلغ رح تكون الصفقة الأكبر بتاريخ الفوتبول، ورح تتجاوز صفقة الجناح الويلزي جاريس بيل اللي وصلت ل 100 مليون يورو. منتخب كرة السلة الأمريكي دائما بيكون الأبرز خلال كل نسخة من الألعاب الأولمبية، ولكن إلى حد اليوم لم يتخذ الكينج ليبراون جيمس القرار النهائي بشأن المشاركة مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. أكد ليبرون جيمس لاعب كليفلاند كافاليرز أنه بعد ما حسم قراره بشأن المشاركة مع المنتخب الأمريكي بمنافسات كرة السلة بأولمبياد ريو دي جانيرو بآب المقبل. وقال جيمس أنه من المرجح أن يأخذ قراره بعد انتهاء الدور النهائي لدوري كرة السلة. ومن أيام قليلة أعلن ستيفن كوري أفضل لاعب بالدوري الأمريكي الموسم أنه ما رح يشارك بدورة الألعاب الأولمبية. وقال جيمس عرفت مؤخرا أنه ستيفن ما رح يشارك، بس قراري ما بيتوقف على أي شخص على الإطلاق. هذا كان كل شيء بالرياضة، شكرا لكم وإلى اللقاء. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. موضوع مشروع الحضور بيعتمد 13 دائرة مع النسبية الكاملة، وهذا موضوع بدي نطرح على طاولة الحوار 21 حزيران. بري أمام نواب لقاء الأربعاء لا إرجاء للانتخابات النيابية. إرجاء جلسة المدة عليهم في ملف الانترنت غير الشرعي إلى 16 من الجاري. قتلى وجرحى في انفجار ثان يضرب تركيا في أقل من 24 ساعة.
وكان في الاقتصاد، دوفريج يعلن عن المشاريع الفائزة بتمويل أوروبي ضمن برنامج أفكار. وكان في الرياضة، بوجبا أصبح قريبا من ريال مدريد. ختام نشرتي من الميدان لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. وجهوا نداء صادقا، كل أمل ونجاح.